اهلا وسهلا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ انا عرضت اليوفط، احكي لنا كده يعني باختصار كده، عشان انا وقتي مش معايا وبنكلمك من قبل الهوا، يعني انا هلومك اهو على الهوا، تليفونك طيب انا مشغول على اولا طول. بشكر حضرتك ان حضرتك يعني استضفتنا في البرنامج دوت، عشان احنا عاملين حمله مجتمعيه بنمنع فيها التسول وبنفهم الناس خطوره التسول اللي موجود عندنا في المدن بتاعتنا، واللي بدا ينتشر الحقيقه بزياده. فالحقيقه الحمله المجتمعيه ديت جت من المجتمع المدني، نزلنا على كل صفحات الفيزات بتاعت المجتمع عندنا ان احنا عاملين حمله احنا اشتركنا فيها كجهاز مدينه مع المجتمع المدني. الحقيقه بنمر بيهم على الناس، احنا قلنا التسول ده بيزداد بالمواطنين نفسهم، هم اللي بيشجعوا على ان يكون في تسول من هم بيدوا للناس الفلوس. ده حقيقي. الحقيقه المجتمع المدني عندنا نشط جدا، بشكره اولا على ان هو فعل الحمله دي في المدينه وشجعها. احنا بيعدي وبيسجل دلوقتي مع الناس، لقينا ان كل المتسولين اللي موجودين في مدينه الشيخ زايد كلهم ولا واحد فيهم من سكان الشيخ زايد، كلهم بيجوا لنا من مناطق تانية، وفيهم بعضهم بيجي في مجموعات صحيح، عن طريق واحد ريس ليهم عصابة يعني. بيوزعهم. عصابة زي ما بنشوف يعني الأفلام. ودي بتشجع على ان ممكن الاطفال تتخطف، لانه بيجوا معاهم اطفال مره، صحيح بيجوا معاهم بنات صحيح صغيره مره. صحيح. فالحقيقه بتمثل لنا خطوره كبيره جدا، وبيخشوا علينا بكذا حيله، يعني مره يتسولوا علني، ومره يبيعوا شويه منتجات كده ملهاش اي حاجه سبح. صحيح صحيح. فالحقيقه احنا الحمله لقت نجاح الاسبوعين اللي فاتوا دول. انا بشكر حضرتك ان حضرتك بتدعمنا كمان دلوقتي، عشان انا من سعيد خلال جدا حضرتك بيها، لان انا لقيت انا مصور بنفسي اليوفط كتيره، وبعدين فعلا والله مش مجامله ليك، دي مبادره في منتهى الروعه، وانا لاحظت مفيش انا كان قدام بيتي متسولين ما عادوش موجودين في الشارع، في الاشارات ما عادوش موجودين، فانا بشكرك وبشكر. قول لي برضو لكي يعني ينسب الفضل لاهله، مين ساهم او مين يعني دعم هذه الحمله؟ الحقيقه احنا عندنا المجتمع المدني بتاعنا مجتمع نشط جدا، قلت لحضرتك عليه. احنا عندنا الشباب بتاعنا يمكن في يلا نغير زايد ومباشر مع زايد، صفحات الفيس بتاعتنا صفحات نشطه، احنا بنستخدم منها المعلومات لما يكون عندنا مشكله في طرق، مشكله في حاجه. فكمان ديت شجعت الناس ان هي تخش، لقينا اقبال غير طبيعي من الناس، ولقينا تفاعل من المواطنين اللي فعلا ما بقوش يتعاملوا مع المتسولين دول ولا بيصعبوا عليهم، صحيح، لان احنا بنجيبهم ونكلمهم نلاقي معاهم مبالغ كبيره جدا، وجايين من مدن بعيده قوي عننا، يعني بمشاوير ما لقيناش حد من اهل زايد او من اهل اكتوبر حتى عليها. بشكرك فانا جدا. يعني انا اللي بشكر حضرتك، ويعني ودعم حضرتك لا لينا احنا هنجيلك نصور حقيقي. ده يا باشمهندس، والله ان بشكرك شاء الله ربنا مهندس يخلي مصطفى حضرتك. فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد وصاحب راعي مبادرة لا للتسول والمجتمع المدني. هناخد